الصحية، انه يمكن الفقرة دي والموضوع ده مهم جدا. العالم كله واغلب المؤسسات البحثية في العالم بتكثف جهودها عشان توصل لحل وعلاج استثنائي قادر يتصدى لمرض العين، وهو مرض السرطان توصل له بشكل قطعي. في مصر عندنا نموذج لباحثة مصرية مسخرة كل وقتها في البحث والاستكشاف عن حل قوي لعلاج هذا المرض. النموذج ده هو دكتور علياء فاروق حسين، الباحثة في المركز القومي لبحوث البحث العلمي. خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع على طول. كتير من النماذج المصرية في مجال البحث العلمي ماشية على خطوات ناجحة ومحققة نتائج واعدة. واحدة من النماذج دي هي الدكتورة علياء فاروق اللي بتشتغل في مجال البحث العلمي عشان تمنع وتعالج الأمراض السائدة في مصر. الدكتورة علياء عندها أبحاث في مرض السكر والاكتئاب وارتفاع ضغط الدم وتليف الكبد، إلا أن تركيزها البحثي في الوقت الحالي عن التصدي لمرض السرطان. الدكتورة علياء بحثت في علاج السرطان والوقاية منه لأكثر من 10 سنين، وقدرت توصل لنتائج هائلة انتشرت في مجلات عالمية. حصلت الدكتورة علياء على درجة الدكتوراه في تطوير لقاحات السرطان من جامعة إلينوي في شيكاغو، وفازت كمان بجائزة الباحث العلمي من الجمعية الأمريكية للسرطان لمساهمتها الكبيرة في مجال السرطان. ده غير إنها حصلت على زمالة ما بعد الدكتوراه في جامعة تولن بقسم الجراحة في الولايات المتحدة، وشهادة المجلس الأمريكي للصيدلة في نفس الوقت. وكانت قادرة على التصدي لتطور سرطان الجلد والغدة الدرقية من خلال اختبار عقاقير جديدة على الفئران المضادة للسرطان. بتشارك الدكتورة علياء دلوقتي مع فرق البحث الدولية والمحلية، وكمان بتشارك دايماً في الندوات العلمية، وحصلت على مجموعة كبيرة من الشهادات من جامعات مختلفة حول العالم. وبجانب البحث العلمي، الدكتورة علياء مشهورة بأنشطتها التنموية، وده بعد ما حصلت على درجة الماجستير في الإدارة العامة من الجامعة الأمريكية. ومن وقتها وهي بتشتغل في دعم مشاريع التنمية المستدامة، وطورت نظام على الإنترنت لمساعدة الباحثين في إيجاد أفكار البحث العلمي وتطويرها.